ثمانية سبع دقائق 44 ثمانية اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن سعيد بن سلومة الخاطري، تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. أحييكم بأجمل تحية صباحية من أرضية هذا الميدان في انطلاقة شوطنا الرابع في مجموعة الشواط هذا الصباح. وشوطنا الرابع هو الخاص بانطلاقة هنا اللقاية القعدان المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل التي نتابعهن من أرضية هذا الميدان. نتابع ونسير هنا مع شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول بشعار هملول. من انتزع الشوط الماضي هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري، من يأتينا على صدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني شاهين محمد بن خميس بن هندي المهيري، وعلى المركز الثالث والمنطلق في هذه الانطلاقة صوغان هادف بن أحمد بن سالم بن سيف اليابري، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع أدلم المنطلق من الجانب الآخر طالب بن حمد بن شافي الرزق العجمي. والمركز الخامس هنا مرضي لحمد بن ناصر بن سالم الهاشمي، من يتابع هنا على المركز الخامس بهذا الانطلاق والأداء. بينما المركز السادس والوصول في هذه اللحظات هنا من الذيب لسعيد بن محمد بن سالمين المزروعي، من يأتي بهذا الانطلاق والأداء. من الجانب الآخر الانطلاقات من مليون لسالم بن محمد بن جمعة الساعدي، من يأتي بالمليون بهذا الانطلاق. هنا رايق منصور بن علي بالخصم الاجتبي منطلقا أيضا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء. تاسع مراكزنا يأتي الفائز العبد الله بالسيف بن معضد المشغوني، وعلى المركز العاشر والمنطلق راهي بهذا الانطلاق محمد بن أحمد بن محمد بن روية الخيالي، من يأتينا على المركز العاشر بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة. واسعد الله صباحك يا ابو نايف على التواجد الجميل. هذه هي النتائج للمراكزنا العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى شاهين المندفع بصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول. هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري منطلقا على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. يأتي صغاني في المركز الثاني، هادف بن أحمد بن سالم بن سيف اليابري، من ينطلق على المركز الثاني. بينما المركز الثالث هنا شعاري بالهندي مع شاهين محمد بن خميس بن هندي المهيري، من يتواجد للانطلاق والأداء. على المركز الثالث والمركز الرابع يأتي مرضي لحمد بن ناصر بن سالم الهاشمي منطلقا هنا بتحدياته. بينما على المركز الخامس هناك رايق لمنصور بن علي بن خصم لقتبي، من يتواجد بهذه الانطلاق والأداء. بينما سادس مراكزنا المركز السادس هنا وأدلم طالب بن حمد بن شافي الرزق العجمي، من يأتي بأدلم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. بينما المتسلل هنا صايب بهذا الانطلاق حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، من يأتينا هنا ويتسلل بهذه الانطلاق والأداء. هناك الوصول، هنا الفائز عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني. وتاسع المراكز الذيب لسعيد بن محمد بن سالمين المزروع، والقادم هنا رعد عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي، من ياتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى، اعناها على حضراتكم. وثاني نداء هنا نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام الى الصداره، نعود الى المقدمه. ما شاء الله
بدا التجمع من القعدان هنا بهذي اللحظات، واسامي قادمه، اسامي قادمه ايضا لها وزنها وثقلها. نعود الى التغييرات التي تطرو وتجرو، صايب من غير على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، صايب هنا حمد بسيب بن محمد بن نعيف العامري، من ينطلق على الصداره على المقدمه والمركز الاول، شاهين في المركز الثاني، هنا هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاب العامري، ورايق الرايق لمنصور بن علي بن خصم الاقتبي، وياتينا ادلم الضيف القادم من المملكه طالب بن حمد بن شافي الرزق العجمي، هنا المتسلل بهذا الانطلاق وصل رعد عبد الله بن سالم بن خادم الخبيسي مع الكيلومتر الاخير، هنا الوصول من قبل معوض هنا القادم السريم بن علي بن حبيب الهشامي ايضا قادم بهذا الانطلاق، شعار بن مفتاح ياتينا مع الحذاف، مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي من يقدم لنا الحذاف، وشعار بن راية مع الحساس، عامر بن راشد بن سعيد بن راية المري. هذه هي الله النتائج، ما شاء الله، سداسية جميلة تنطلق بالتحدي وبالأداء، ولكن هنا صايب على الصدارة، صايب على المقدمة وعلى المركز الأول بشعار الغالي، هنا حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، رعد في المركز الثاني، عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي من يأتينا على المركز الثاني، التحديات جميلة، الله صايب ورعد، رعد وصايب، الله هنا التحدي ولكن صايب، صامد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، صايب حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، سلام بن نعيف، سلام على هذا الأداء المميز الجميل، تهانينا الحمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري على هذا الفوز المميز ولحظة وصول صايب المركز الثاني رعد، هنا من وصل لعبد الله بن سالم خادم القبيسي، وياتينا شعار بن حبيب هنا بهذا الانطلاق والأداء مع معوض السيم بن علي الحبيب الهشامي، وعلى المركز الرابع اتانا الحساس هنا العامر بن راهب بن سعيد بن رايه المري، والمركز الخامس وصل هناك الانطلاق من قبل ادلم طالب بن حمد بن شافي الرزق العجمي، من وصل بهذا الانطلاق والاداء الجميل. نعود مشاهدينا الكرام مع صايب هنا وانطلاقته وتحدياته الجميله، حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري من اتى بهذا الانطلاق والاداء بسبع دقائق 36 ثانية وثمانية من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، سلام لبن العيف على هذا الأداء المميز الجميل مع صايب، المركز الثاني رعد قدم عرض يشكر عليه العبد الله بن سالم بن خادم القبيسي قاطعا المسافة في سبع دقائق 37 ثانية ستة من الأجزاء من الثانية، بينما ثالث مراكزنا أتانا معوض باللحظات الأخيرة، هنا أيضا لسريم بن علي بن حبيب الهشامي بسبع دقائق 38 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام في انطلاقات